بسم الله والابن روح قدس الله الواحد امين. احنا بنعمل ربنا هنبتدي برنامج جديد اسمه الانسان كله. الفكره دي جايه من الايه الاخيره في سفر الجامعه صح 12 ايه 13، فلنسمع ختام الامر كله: اتق الله واحفظ وصاياه، هذا هو الانسان كله. فعشان كده ربنا يعني يدينا نعمه انه ناخد شخصيات من الكتاب المقدس، شخصيات فيها جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه، ناخد من الجانب الايجابي نتعلم منه، الجانب السلبي نحترس منه ونحذر منه. وبكده يعني مع الحلقات والشخصيات المتنوعة في الكتاب المقدس يمكن يعني يبقى فيه إلقاء الضوء على إيه هو الإنسان كله بكل ضعفاته وكل أمجاده، كل حاجة قوية فيه، كل حاجة يعني ضعيفة فيه. فربنا يدينا نعمل الفترة الجاية مع شخصيات الكتاب المقدس عشان نوصل للإنسان كله.